باقا نعقل ملي الله بديت في هذه المهنه ديال الكوتش. واحد النهار كنت كنتغدى مع واحد الصديق ديالي اللي هو كان لو مونطور ديالي كيعاونني بالملاحظات بلي كونساي فيما كنت كنبغي. ويلاه كان قال لي هو دابا انا فين وصلت قلت له شوف دابا يلاه خاصني نبدا، ما عنديش الكابيني، ما عنديش كارت فيزيت، ما كيعرفونيش الناس، خصني ندبر على الكليان وما عرفتش كيفاش غندير. المهم بديت انا المسكينه، انا الظليمه، انا اللي ليموني، انا حنا راه درنا على اغنيه. واحد انا كنهضر معاه وانا نسمع باق وانا نقفز وحنا في الريستوران. قلت له هذا حماق تسطا ولا مالو؟ شفت فيها قلت له مالك؟ قال لي تصمتي ليا مزيان، بهذا التفكير ديالك راه ما غتمشيش بعيد، راه ما غاديش تفريه، راه بهذا التفكير ديالك غادي يخليك لور لور. خاصك انتيا اللي كديري واحد لامباكت على المجتمع ديالك، ما تخليش المجتمع ديالك هو اللي غادي يدير واحد لامباكت عليك. وزيدون هادشي اللي درت في حياتي واللي خلاني ما بين احسن كابيني داركتيكتور في لافريك ماشي حتى في المغرب، وهادشي اللي خاصك ديري الا بغيتي تنجحي. ما نكذبش عليكم، الدنيا مشات وجات بيا، ولقيت راسي عنده الحق. قلت والله الا بصح الا جيت نبقى انا هكا غنبقى ندوز حياتي غير في الشكاوي، غير في وانا ظلموني وانا ما عندي زهر وانا ما عندي فلوس وانا ما كيعرفني حد. وانا من داك النهار قررت قلت افكتيمو هادشي اللي غادي نديرو. اشنو درت؟ نط باقا نعقل قال لي انا غادي نعاونك. نط خديت كريت واحد ليسباس ومشيت عرضت على لي جورناليست كاملين، جو لوغ افي اوفير واحد لاتولي اللي هو اليوغا دو ريغ، وجبتهم كاملين قلت لهم اجي واكلين شاربين كلشي فابور، غير اجي ديروا لاتولي وجربوه. جاو هما قالوا يعطينا الدوسي بريس، انا ما عندي لا دوسي بريس لا يحزنون لا استحمص. قلت لهم شوفوا غديروا لاتولي ومني تساليو حكا غنعطيكم لو دوسي بريس. مني سالاو قالوا لي فين دوسي بريس؟ قلت لهم الا عجبكم هضروا لي غير بهذا، نساو لي الدوسي بريس. اي سي كوم سا باش قلعت ما بين ليله ونهار لا بريس كلها كتبات عليا، باسكو جو غي في فيف واحد المومون اللي هو خطير. ولكن هادشي مناش جاني؟ جاني من جمله وحده، انت اللي كتاثر على المجتمع ما كتخليش المجتمع ياثر عليك. وهاد الجمله قبضتها كليتها طحنتها ودرتها في حياتي، وهذا الشيء اللي بغيت انت دير في حياتك. الناس اللي هما غيتلاحوا حتى هما لشي مهنه جديده ولا غادي يخرجوا للميدان ديال العمل ولا مع عائلاتهم ولا مع رجالهم ولا مع عيالاتهم، انت اللي كدير المجتمع وانت اللي كتاثر على المجتمع وماشي العكس. كانت معاك ناهد رشاد، هذا هو الله يحفظكم. عجبتك لا فيديو؟ ايوا ما فيها باس، ام تي بوس باش نعرفها بما عجبتك، خلي لي ان كومونتير باش نجاوبك. احسن حاجه تقدر دير هي ابونتوا باش ما تفلت والو.